ومعانا دكتور باسم زايد الممثل عن منظمة الصحة العالمية، وطبعا هو دكتور مصري. بنرحب بحضرتك يا دكتور باسم. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور باسم، بسأل حضرتك النهاردة بالنسبة لدور منظمة الصحة العالمية في المؤتمر دوت، وخاصة دورها في مع البلدان الفقيرة او الاقل فقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. منظمة الصحة العالمية طبعا بتقدم الدعم الفني والتقني لجميع الدول فيما يختص بمكافحة العدوى. يمكن منظمة الصحة العالمية من خلال الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية وأيضا الاجتماعات الإقليمية لمثلا مكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حريصة دائما على بحث مسائل المتعلقة بمكافحة العدوى. يمكن حديثا في الاجتماع الإقليمي منذ أسابيع قليلة لشرق الإقليم شرق المتوسط، اعتمدت دول الإقليم قرار بيدعو فيما يدعو إلى إقامة وتعزيز برامج مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية وعلى المستوى الوطني. أيضا احنا بنقدم من خلال المنظمة بتقدم الدعم الفني والتقني. أيضا المنظمة بتقوم بإصدار العديد من الأدلة الإرشادية، أدلة العمل، المعايير والقياسية. أيضا تدعو الدول إلى مشاركة بياناتها وتدارس هذه البيانات من خلال الاجتماعات التي تنظمها المنظمة للدول. طبعا المنظمة تختص الدول الأكثر احتياجا من خلال برامج مساعدات، برامج دعم فني وتقني، فتقوم بمساعدة هذه الدول في مثل هذه البرامج. تمام. دكتور باسم، بسأل حضرتك، طيب انطباعك عن المؤتمر السنة دي وإيه الجديد اللي هيكون فيه بالنسبة للعام 25؟ هو طبعا زي ما قلت المنظمة الصحة العالمية حريصة على التعاون والتواصل ومشاركة جميع الهيئات والمؤسسات التي تعمل في مجالات مكافحة الأمراض عموما، وخاصة مؤتمر زي مؤتمر الجمعية المصرية لمكافحة العدوى للاحتفال بالعيد 25. فالمنظمة بتدعم هذه يعني الجهود لنشر الوعي، لتقديم برامج فعالة للحد من انتشار العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية وأيضا الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية. الحقيقة سعدت في خلال مشاركتي في المؤتمر أنه يعني الجمعية على مدار 25 عام شاركت بجهد مشكور في توفير تدريب وتعليم للفريق الطبي، لجميع أعضاء الفريق الطبي، أيضا نشر أفكار ومبادئ وإجراءات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية. أيضا الجمعية من خلال العرض اللي تم تقديمه شاركت حتى يمكن داخل مصر وخارج مصر أيضا بتشارك في جهود مكافحة العدوى. فكل هذه الجهود جهود طيبة. يمكن احنا من خلال مشاركتنا اقترحنا على الجمعية بعض أوجه تطوير عملها من خلال يعني التواصل مع أو ترجمة الأدلة الإرشادية التي تصدرها منظمة الصحة العالمية إلى وسائل عملية يمكن تطبيقها في المؤسسات الصحية، أخذا في الاعتبار بالخصوصية لكل دولة. ويمكن احنا يمكن الأدلة الإرشادية التي نصدرها بتكون عامة، بتكون شاملة، بتكون قابلة للتطبيق، لكن مهم جدا انه الدول تراعي عند الاخذ بالتطبيق خصوصية كل دولة، خصوصية النظام الصحي وايضا خصوصية المؤسسات الصحية. فاحنا بندعو الجمعية الى الاخذ في عين الاعتبار الى استصدار يعني برامج عملية لتطبيق ما تصدره منظمة الصحة العالمية من ادلة ارشادية. انا بشكر حضرتك دكتور باسم، اتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا.